خلال مجلس الحكومة الذي انعقد بالرباط، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي إن من شأن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 تعزيز إشعاع ومكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص. للحديث أكثر عن هذا البرنامج تنضم إلينا الزميلة نجاة بوتفسود في فقرة الشاشة التفاعلية. مساء الخير نجاة. مساء الخير عبد الله. مرحبا بك. أهلا بكم. تم إنجاز البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك الهادفة إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة إكرام اثنين والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء. سيساهم تفعيل البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 في تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية وفي المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة لدى النساء في وضعية صعبة، كما سيعزز إشعاع ومكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام وضمان تمكينها على المستوى الاقتصادي بشكل خاص، ولبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند إلى الالتقاء والتدبير القائم على النتائج تم حسب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020 وترتكز على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة إكرام اثنين دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي. تحديد الرؤية الاستراتيجية لهذا البرنامج تؤكد الوزارة في اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد للمغرب عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية تتعلق بالولوج إلى الفرص الاقتصادية والتربية والتكوين وبيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية وتحسيس أو تحسين حقوقهن، كما تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030 في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة تهم تحقيق 30% من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8% وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن وتعزيزها. ولتحقيق ذلك تم الارتكاز بحسب الوزارة على 5 دعامات للتنفيذ، والأجراء تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي اعتماد الرقمنة التجهيز إلى جانب تغيير التمثلات والصور النمطية. أما بالنسبة للتنفيذ فهناك 5 آليات تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، إلى جانب 9 أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا. دمتم بخير. عبد الله. شكرا لك زميلة نجاة بوتفسود على كل هذه المعطيات والتوضيحات كذلك.